أهلا بكم إلى موجز الأخبار. حلت مساء أمس أولى رحلات عودة حجيجنا الميامين بمحطة الحجيج، وكانت قادمة من مطار جدة وعلى متن الطائرة 286 حاجا. ويذكر أن 36 رحلة مبرمجة ومقسمة بين مطاري جدة والمدينة المنورة في اتجاه المطارات التونسية إلى غاية 24 من أكتوبر الجاري. ووفق تصريحات الحجيج فقد ساهمت كل الهياكل المتداخلة في توفير ظروف طيبة موسم الحج لهذه السنة، رغم تسجيل بعض الإشكاليات المتعلقة أساسا بظروف التنقل. تم اليوم في تونس الإعلان عن إطلاق أول 4 وكالات متنقلة لتمويل المشاريع الصغرى ببادرة من شركة خاصة للتمويلات بهدف الوصول إلى المناطق النائية لتمويل المشاريع الصغرى. وفيما بلغ تمويل هذه المشاريع حدود 20,000 دينار، أكد المشرفون على المؤسسة الخاصة للتمويلات خلال ندوة صحفية أنه تم إلى حد الآن تمويل أكثر من 400 مشروع. انعقدت صباح اليوم دورة الأولى لمنتدى قرطاج للأمن المعلوماتي والدفاع السيبرني بحضور عدد من المهنيين والمختصين في مجال الأمن المعلوماتي وسلامته. وقد بحثت هذه الدورة كيفية تشخيص التقنيات المعتمدة لاختراق المواقع الإلكترونية وتقديم سبل التصدي لعملية الاختراق التي تستهدف أساسا الشخصيات ومؤسسات الدولة، وللحماية من الهجمات التي تقوم بإطاحة البرمجة المعلوماتية للأشخاص والمؤسسات. دعا الخبراء إلى ضرورة استعمال وسائل متطورة وتقنيات مدروسة. دوليا قتل ما لا يقل عن 73 شخصا بينهم 30 جنديا في هجوم على موقع عسكري جنوب اليمن، واستهدف تفجير انتحاري تجمعا للحوثيين في منطقة التحرير وسط العاصمة صنعاء. ووفق وسائل إعلام تابعة للحوثيين فإن عدد ضحايا انفجار السيارة المفخخة قد ارتفع إلى 43 قتيلا و150 جريحا، حالة 40 منهم وصفت بالخطيرة. ولم تصدر بعد أي إحصائية رسمية عن السلطات اليمنية لعدد الضحايا، كما لم تتضح بعد هوية الجهة التي تقف وراءها. سحب كثيفة من الدخان الأسود غطت اليوم سماء الأطراف الشرقية والجنوب غربية لمدينة عين العرب أو كوباني شمالي سوريا، بعد أن عمد مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية إلى أعمال حرق في محاولة لحجب الرؤية عن طيران التحالف الدولي. وأعلنت مصادر إعلامية اليوم سيطرة التنظيم بصورة شبه كاملة على المدينة رغم تصاعد وتيرة ضربات التحالف الدولي. في المقابل أعلنت قوات حماية الشعب الكردي استعادة السيطرة على مبنى المخفر القديم شرق المدينة حيث تدور اشتباكات عنيفة. أعلن رئيس حكومة التوافق الفلسطيني رامي الحمد الله مساعيه لإنهاء الاحتلال بشكل كامل، مضيفا لدى وصوله إلى غزة أنه يجب التقيد باتفاقية العبور وفتح المعابر وإلزام إسرائيل بوضع حد لسياساتها العقابية. وأكد رئيس حكومة التوافق الفلسطيني أن حكومته ستحجد الدعم لوقف العدوان على غزة، وستعمل خلال مؤتمر إعادة إعمار القطاع على توفير تعاون دولي لإعادة الحياة الطبيعية لأهالي القطاع. فاز الروائي الفرنسي باتريك موديانو بجائزة نوبل للأداب لهذه السنة. باتريك موديانو ولد عام 1945 جنوب باريس، وقد سبق له أن فاز بجائزة الأكاديمية الفرنسية، وكانت معظم روايته تدور في الأزقة بين المصابيح والمحلات القديمة. يذكر أنه فازت العام الماضي بالجائزة الكاتبة الكندية أليس مورو. الموجز انتهى، نلقاكم بإذن الله في نشرة ثامنة. إلى اللقاء.